بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن عزيزي معكم من موقع xq55.net، والخطوة الثالثة لتركيب التعريب على روم Lightning 1.3 لجهاز سامسونج جالاكسي S2 GT i 9100. المطلوب هو التالي: بعد تركيب كيرنل ثم تركيب الروم، يجب أن يكون لديك هذا الفولدر وتضع أحد هذين الملفين في جهازك مباشرة. الملف الأول هو ملف تعريب بدون أي إضافات مع المتصفح الغير مستقر، يعني تعريب قراءة وكتابة والمتصفح يوجد فيه المشكلة القديمة، أو وضع فولدر تعريب الجهاز قراءة وكتابة وأيضا متصفح غير مستقر، ولكن هنا سيتم حذف المتصفح الأساسي وتركيب أوبرا مكانه وتركيب 21 برنامج أنا عادة أعتمد عليه. المطلوب منك هو التالي: اعمل كوبي لهذا الفولدر وضع في جهازك. كيف تضع في جهازك؟ ممكن الوضع من خلال طريقتين: اما توصيل جهازك بالوضعية العادية، تشغل جهازك ثم توصل وتضع الفولدر داخل جهازك، او ممكن ان توصل من خلال طريقة الدبجينج، وهي بسحب الشريط من اعلى ووضع كونكت USB ثم وضع هذا الملف داخل جهازك. سأضع الآن الملف داخل الجهاز بالكامل. ممكن أن تضع الملف بالكامل، أنت مخير، إما أن تستخدم يعني الفولدر الخاص بالجهاز. وطبعا أضيف على أن التعديلات التي وضعت أنا تزيل أيضا لانشر برو، تزيل المتصفح وتضع 21 برنامج، وتعدل حتى وتزيل الآلة الحاسبة وتضع آلة حاسبة احترافية جديدة، ويوجد فيها بعض التعديلات نسيتها يعني. عموما سأوصل الجهاز الآن. هذه الوضعية العادية وليست وضعية دبجينج. إذا لم تجد هذا الشكل، ممكن سحب الشريط من الأعلى ووضع كونكت. عند التوصيل ستجد التالي: تعرف جهازك، تم التعرف على الجهاز، إذا كان لديك ذاكرة خارجية يعني يستحسن أن تضع عليها، مثلا هذا كارد. سأضع الفولدر كامل وهو عربيك كوبي، ثم سأضعه في الذاكرة الخارجية. الآن نذهب لجهازك ثم انزع سلك USB، اضغط زر هوم application، اذهب للتالي. ستجد برنامج باسم CWM Clockwork Mode، اضغط عليه ثم اعطي allow لصلاحية Super User، ثم اضغط على Flash Update. سيتعرف مباشرة على ملفاتك في الأعلى، أو اذهب لهم بشكل يدوي. الآن أنا أريد أن أضع الفولدر الذي وضعته على الSD كارد، ثم سأذهب لأرابيك، سأجد هذه الملفات. إما أن تضع ملف بدون أي شيء، ملف صافي للتعريب، أو ملف مع 21 برنامج والتعديلات التي ذكرت. أنا سأضغط على هذا ثم سأضغط فلاش. الآن سيذهب لوضعية Recovery Mode ويركب ملف الأبديت على أساس أنه تحديث، ويبدل ملفات الـ LIB وملفات الـ Framework Jar لتعريب الجهاز. تم عمل Restart، انتهى. بعد أن يعمل جهازك Restart لن تجد كيبورد عربي، ستجد كل شيء معرب يعني قراءة وكتابة، ولكن لن تجد كيبورد عربي. لا يمكن إرفاق سمارت كيبورد كملف أبديت، لذلك يجب تركيبه كملف منعزل أو ملف لوحده، وقد وضعته في نفس الفولدر. ممكن أن تنزله بشكل يدوي، وسأبين ذلك الآن لأول مجربين لهذا الجهاز أو المبتدئين فيه.
هذا التأخير هو شيء طبيعي للجهاز. الوضع طبيعي للجهاز أن يتم تأخير فيه في حال تركيب أو تبديل ملفات داخلية في السيتنج. الآن عمل الجهاز. سنذهب للتالي، أذهب لـ Application ثم My Files، وأذهب للفولدر الذي وضعناه سابقا وهو باسم 3 Arabic، ثم أذهب لـ Smart Keyboard Setting، ثم أفعل خيار تركيب برامج خارجية وأركب Smart Keyboard من جديد Install، ثم أضغط Open ثم Setting، ولتفعيل اللغة العربية ضع صح على سمارت كيبورد، ثم اذهب لسمارت كيبورد واختر لانجويج، ثم سلكت لانجويج واختر العربية اوكي، ثم الانجليزية التي تريد اما UK او انترناشونال او الذي تريد. اذهب الان لمثلا كتابة رسالة معينة، اضغط ضغط مطول ثم انبوت، ثم اختر سمارت كيبورد، وبذلك يكون لديك الكيبورد العربي. ممكن تغيير ثيم هذا الكيبورد، ممكن تعديل على السيتنج الخاصة به. ولتجربة العربية نضغط التالي، هذه العربية. هذا شرح سريع على هذا الروم حسب الطلب. روم ماد ماك 1.3 روم جيد، روم فيلن 1.1 روم جيد، وهذا الروم أيضا روم جيد. يعني ممكن أن تستعين بأحدى هذه الطرق الثلاث عن طريق أو لتركيب تعريب لهذا الجهاز. بإذن الله يوجد المزيد على موقع xq55.net.